خاين الحيرك يا ودرناها بالعاني كاميرا المنجل معاك جورج تكاكي وسوس فيك وطايح لك لبناني علقتيكي بايح البلاد يا وغير قصرة وقصتو صار عبد اللي لامصا ضحكة من القلب الخو خبر في الفن ضمار يا وبالعاني توسوسو في راسو مخو تخلطو في روحو نفسو تخلطو المنجل والحيراك السلام عليكم مشاهدينا، صحة رمضانكم صحة فطوركم. اليوم في هذا العدد من المنجل جبنا لكم الممثل أو الفنان والمخرج المسرحي جمال قرمي. خليكم معنا نروح ونشوفوا جمال قرمي إذا يحكم المنجل وإذا يقدر جورج يتغلب عليه ولا لا. لا ما تزافيوش. أسعد اليوم باستضافة فنانين لهما صعيد لهما صدى على الصعيد الفني والثقافي. سارة بدأت تقدم في النشرة نتاعها والفنان تاعنا دخل في اللعبة. إذن نبدأ بالضيف الأستاذ أنطوان جورج الصافي. جورج أنطوان الصافي، بي أنطوان وجدي وبي الصافي اسمي جورج. أهلا بك. إذن عميد الفن اللبناني أستاذ ومحلل سياسي. محلل سياسي وإعلامي كمان. تشرفت فيكم وشكرا على الاستضافة هذه الحلوة وأتمنى يكون خفاف عليكم شوية. نتشرف بك مرة أخرى. إذا كما معنا الفنان والممثل جمال قرمي والمدير الفني في المسرح الوطني الجزائري، أهلا بك. مساء الخير، مساء كل المشاهدين. أهلا بك. إذا نبدأ بالنقاش مباشرة. أستاذ جورج أنطوان صافي، لو تحدثنا قليلا عن الفن اللبناني. الفن اللبناني يعني بكل مطرح بيعرف الفن اللبناني، كل شيء بلش من لبنان. المسرح الغنائي بلش من لبنان مع الأخوة الرحباني بموسم العايز. إحنا لبنان يعني بلد ثقافات، بلد الفن، يعني كل حدا هيك لبنان يعرف هالشي. الصبي لما بيطلع من هيك يطلع عنده بصمة فن هيك. شو بدي أقول لك، لبنان بيقولوا له سويسرا الشرق. الفن أغلب الفن بالوطن العربي وبالعالم نزل من لبنان. توافقوا رأيي سيدي؟ أنا دبلي وينتع سيئة الكلوم. حقيقة نحن نستطيع أن نقصي بلد مثل بيروت أو لبنان. يعني كي تشوف معظم الكتابات أو الترجمات المسرحية تأتينا من لا نقصي، قصدك لا نقصي، لأنه نقصي يعني ننزعها. نعم. أوكي؟ يعني كفي بيها فيها. نعم، هي يعني احنا يعني كوطن واحد، يعني كوطن عربي واحد، يعني نجتمع يعني في عدة أشياء، في 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 هويتنا، في ثقافتنا، في حتى أنه كان هناك يعني تبادلات كبيرة، يعني كبيرة بين المثقفين والكتاب المسرحيين أو حتى المخرجين المسرحيين. كي مثلا كي نشوفوا احنا بكاراكالا، وين أنه كانت عنده عدة مشاركات هنا في الجزائر، يعني سواء في المسرح الغنائي أو المسرح الاستعراضي. يعني احنا يعني بيروت يعني او لبنان ما اعرفش يعني معنا. انت بتعرف انه اول مسرحيه غنائيه كانت من اخراج الاخوه الرحباني اللي عملوها بموسم العز مهاجم بعلبك بالثمانينات. نعم. يعني اغلب الشغلات الحلوه بتنطلق من عندنا، خاصه مهاجم بعلبك هيدا معروف. مثلا انا لما لقبت بعميد هيك كان بهيدا المهرجان قبل 5 سنوات. نعم. أستاذ جورج، تلقب بعميد الفن اللبناني، لو تحدثنا قليلا عن هذا اللقب. هو لماذا يعني لقبت به؟ هو يعني ما رح كفي عليك شيء ولا هالأستاذ. أنا ما بحب الفن كتير، أنا شغلتي هي الكمانجة، بحب شغلة اسمها الكمانجة، هي حياتي وهي روحي. من وانا كنت صغير بشتغل على الكمانجة. بس بيي هو اصلا جدي وديع الصافي الله يرحمه، توفى ب 2013 باكتوبر 2013. يعني انت حفيد وديع الصافي. حفيده بيي أنطوان صافي وعمل معكم هني كثير شغلات هون مع واش جورج راك طايح خشين اليوم. الاستاذ زيتوت اخر مره كان معه بموضوع عمل هون. شو بدي أقول لك، العمادة هاي تقريبا وراثة. ما حبي أنه تطلع كلمة عميد من العائلة، لأنه إحنا بالعائلة شي 3-4 أشخاص أخذوا هالعمادة. بس بآخر مرحلة من 5 سنوات صار هنيك مهرجان وأكبر جدارتي بأسفل الكمان،
وكنت من بين شيء أكثر من شيء 100 حدا هيك اسمه شخصي، أخذت هالاسم عن جدارة. ثاني شيء إنك لازم تدعم دول بلدك وقت المحن، لأنه كل حدا مرات بوقت المحن شو بيعملوا، ولكن المحن يستغلوا هالأوضاع ليبينوا كيف أوكي. يعني يستغلوا مثلا الأوضاع؟ أنا شفت شغلات هيك تحت المظاهرات تبعكم، أنا كنت أسمع أنه الحراك الجزائري هذا حراك سلمي وحراك مني وحراك أكيد حراك نعم حراك. أظن كان بيقولوا يعني هيدا أول حراك بالعالم، كان يشهد بسلمية الحراك الجزائري، كان يقولوا هيدا أول حراك بالعالم وهيدا لا. إحنا ياما شفنا انتفاضات وياما شفنا تظاهرات وياما وياما، بس لما عشت يوم الحراك هيدا عرفت أنه مو بهالقدر من السلمية، فهمتني؟ حضرت احدى الجمعات هون عندكم، كانوا يومها غيروا من وزير ثقافه وجابوا وزير الثقافه. طلعنا هيك قلنا نروح نشوف هيدا الفن، هيدي الشغله المنيحه اللي بالجزائر، المظاهرات تبعكم صارت عاجقه، كل حدا وحدا بيسرق حدا بيضرب حدا بيشتم، حتى انه انا لما كنت بتخيل الصوت شغلي وهون شغل لا 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 عن جد لا لا هذه من اللي انت عايزه بدوخ من الانسان هذا ثاني. لا أوكي. ما شفت التلفزيون لكني كنت حاضره بصفتي صحفيه. انت اعلاميه، انا كمان شفت عيوني اختي، ما يعني ما تبليت عليهم ولا قلت لهم هيدي هيدي هيدي. اوكي رايكم شو بيتكلم؟ شوف والله انا اظن هو الراي لا يناقش، يعني كل واحد عنده رايه كيف يشوف شوف التظاهرات. نعم. لكن انا نقول ولكن انا اشوف انه اي في اي اي انسان اي شخص لا يستطيع أنه يتظاهر مثل الشخص الآخر، لأنه كين هناك معطيات وكين هناك مقاييس ومعايير ذاتية اللي تحكم عليه أنه تعطيله طريقة معينة. مطالب كلها واحدة، هي الهدف واحد، والفن كله واحد، الفن كله واحد، هي الهدف صح بيختلف نوعه هيك، بس حيكون كل الفن واحد. هو الهدف هون. أنت مثلاً عملت شيء هيك مسرحي بوقت الحراك؟ انا ما عملتش مسرحيه بوقت الحراك. يعني احنا هون اول شيء هون ما دعمت البلد تبعك، لانك انت كفنان كان فيك تعمل شيء لتبين حالك. ثاني شيء انه ناس طلعت في الحراك استغلت هالموقف لتبين حالها، عملوا مسرحيات وعملوا، بس هاي دول اخذوا حقهم واخذوا حقهم، يعني استرزقوا منهم، يعني يستغلوا هالوضع ليسترزقوا. هذه عندك أوكي. احنا في الجزائر طلعنا بالحراك كلنا، في ناس تطلع، انت مثلا كفنان هيك تطلع تسترزق من هالمرحله، شو بتعمل؟ يا اما تاخذ مثلا عندك مثلا ياخذوا هذه في بيروت، هذه لا مو في بيروت، احنا لما طلعنا كلنا شوف الحراك اللبناني، شوف الحراك اللبناني يعني كان يسترزقوا، لا شوف كان في الحراك اللبناني كانت شغلة صغيرة، يعني عملناها بأكتوبر 17 أكتوبر 2019، كان ما كان متأخر، بس كانت عندنا مشاكل من النظام، هي عشان هيك ما بينا. بس لما عملناه كانت تظاهرة فنية، صار اللي بيطلع على التلفزيون واللي يطلع بالسينما ويطلع كان بالميدان، صاروا بيرقصوا صاروا بيغنوا صاروا عاملين حفلات، عاملين كل شيء بالميدان، يعني هي تظاهرة سلمية، فيك تقولي عليها تظاهرة سلمية؟ هذا هو الحال اللي كان في الجزائر. لا لا أنا حضرت جمعة من الجمعات، يمكن أنت شايف جمعة أو اثنين، بس يا خي البداية عندكم كان يدوب منيح بعدين خلاص راح الحراك عندكم، ما في حراك، صار يعني ما بعرف تصفية حسابات أو شغلات هيك، يعني ناس طلعت صاروا كأنهم بيمثلوا هيك ويعملوا سينما وشغلات هيك. ما هو فنان كان هذه ربما هذه يعني ما عندكش أدلة واضحة لتبين لك هذه الأشياء. الدليل الوحيد شو هي عيونه، دليل إذا ما شفت العين ما يدري أنا بسمع، أنا بشوف. شوف أنا نشوف أنا الفنان الجزائري، الفنان الجزائري وطبيعة الفنان الجزائري مناضل. ما تعيشني بالفن لأنه الفن هون كتير معطر، خاصة في الجيل الجديد، هاي عطر الفن، يعني بتلاقي ناس جديدة هاي بوظوا الفن. كتير مرات بقولون إنه لا تجعلوا من الأغبياء مشاهير. من يعني فضلك لا صديقتي، نستصغر الجزائر ونستصغر الفنان الجزائري، لا نستصغر الجزائر على راسي ومواطن الجزائر على راسي وكلهم على راسي، في ناس كبيرة هاي المسرح. بهذا بس نقول الأستاذ المسرح الوطني الجزائري، وإن هي اللي خذت الجائزة الأولى، يعني جائزة كيف أخذوها؟ كيف أخذوها؟ كيف أخذوها؟ يعني أخذوها هيك؟
الجائزة كيفش أخذوها؟ أنه كانت هناك عروض مسرحية، هو هذا المهرجان هذا. تعرف بدي أقول لك شغلة، يمكن استغلوا هالموقف، استغلوا هالموقف. شوف هون اسمح لي نكمل لك الفكرة تاعي، مش في الوقت. لا كلمة بس. الشيء صار ب 2019، يعني صار ب 2019 هذه في 2020، شان في 2020، في شان في الجزائر. أنا مؤخراً بشوف إن كان يمكن كأنه عندكم واسطة، يعني بالكأس أخذتوا أنتوا، بالمسرحيات أخذتوا أنتوا، ليش هاي ما بعرف كأنه شفقة يعني هيك؟ والله كأنه شفقة، لا كان شفقة، لأني ما بشوف كل هالفن يعني هون محرز، هيدا فن محرز. طب أكتوبر تبعنا وكنا ننتج وكنا نعطي فن، حتى في الجزائر كاين فنانين أنتجوا كليبات للحراك، كاين اللي داروا مسرحيات. بس كتار ما راح أقول إنه ما في فنانين، بس في ناس كتار منه تبع فن، يعني أغبياء وطلعناهم مشاهير. لا هيك بس والله. لا لا لا. يعني لما أنا ما اسمح لك تستصغر الفنان الجزائري. لا ما الفنان الجزائري على راسي، سيد جمال قرمي قدم الكثير للمسرح. الفنان الجزائري على راسي ويمكن بينحسبوا على أصابع الإيد. أوكي انت هلا هيدا اذا كان فنان انا ما بعرفه، وهلا يمكن لا تروح يعني. لا تطلع عندنا على لبنان، المهم الجمهور الجزائري يعرف هيك. ما راح ما استاذ المشكل الاساسي هو انه كاين هناك شكسبير هذا كيكتب عدة مسرحيات. أوكي. تعرف بالمسرحية واحدة بعد قرأوا له عدة مسرحيات. أوكي. المشكل ما هوش في أنك تكون معروف، قادر تكون نجم ولكن فارغ داخليا. صنعوك أشخاص وصنعوك، يعني كان هناك صناعية، كان هناك فنانين، كان هناك فنانين. يعني شوف احنا رانا هنا في الأرض. انت هيك اسمح لي لا بدي اسمح لي سواء كان فن. أنا خريج معهد العالي للفنون المسرحية وأستاذ، كنت أستاذ في التكوين، وذكرني عندي عدة مسرحيات البركيفر، عندي عدة مسرحيات. بس هون بالجزائر منك معروف في الجزائر. لا الفنان اسمح لي، الفنان لو كان اسمح لي اسمح لي البلد. انت كل دول العالم، اسمح لي الوطن العربي، انت راك خارج على الميدان المسرحي. لو كان جيت مسرحي، لا لو كان جيت مسرحي، أنا لو كان تعرف الاسامي تاعي. انا مثلا بالفيولون درست عند الرحباني. اوكي عند الرحباني. لما تقولي لي فن قولي لي وردي، لما تقولي لي فن قولي لي وديع، لما تقولي لي فن قولي لي صبوحه. هيدا الفن. اوكي انا يعني ما بحب الفن الفنان الحضر. لا ما بحب الفن المعتر هيدا، يعني ليس بفن يعني. رجاء لا استاذ، يعني رجاء احترم الفنان الجزائري والوطن الجزائري والمواطن الجزائري وكل الجزائر. بس في شغل اسمه حريه راي تعبير، وفيك تقدمي حريه تعبير بدون تجريح. لا مو تجريح، هي يعني هي حقيقه مبينه. ما فينا نخبي هيك الشمس بالغربال. اوكي في اي ميدان تتحدث؟ في كل الميادين. انا لما مثلاً بحكي الفن احكي بصفه عامه، لما بحكي الفن احكي بصفه عامه. انت الاصدقاء نتاعك اللي تعرفهم هنا في الجزائر، مين الاصدقاء اللي تعرفهم هنا؟ لا عندي لانك انت اعرف الكبار، اعرف الكبار مثلا احمد بن عيسى. يمكن احمد بن عيسى اسمح لي هاي دول الفنانين اللي خرج لازم اتعرف عليهم. الممثل احمد بن عيسى قام في فن جزائري. شوف تكلمت على احمد بن عيسى، كي تكلمني على كاين هناك اسامي تاع فنانين كبار، اذا تتكلمني على مثلا الموجه الاخيره هذه اللي جاءت، وهذه الموجه التي اتت هذه راهي الموجات هذه راهي في كل وطن، في كل البلدان العربيه. لا حتى في لبنان، حتى في بيروت، حتى في بيروت موجه يمكن اللي تحكي عنها. الموجه كاين هناك، يعني كاين هناك يعني فنانين يعني خاصه في التلفزيون ما عندهم حتى علاقه يعني. خلينا نحكي على الفن والسياسة وفنك وفني. نعم وشو نرجع فقط الفكرة. تكلمنا عن الحراك في الجزائر ومدى مشاركة الفنان الجزائري فيه، يعني ربما الفنان كان عنده مطالب، جملة من المطالب. شوفي المطالب تاع أي فنان هو التغيير، ولكن بأسلوبه الخاص، أسلوبه. نعم. الفني يعني يستعمل، يعني إذا كان فن معتر ما في يعمل شيء. أستاذ رجاء خليه يكمل الفكرة دياله. الفن مرتبط بالسياسي. أوكي لو بدك تطبق رئيس بعت له فناني. أوكي هيك تكلم زيد كمل. إيه كمل تكلم. لا زيد كمل تكلم.
من فضلك من فضلك لا بدي بدل يعني راح نرجع لك مالنا بالمدرسه ناخذ بالدور نعطيك وقت مالنا بالمدرسه ناخذ بالدور هذا حوار انت لو بدك انت ضيف الجزائر واحنا ضيف تاعنا فوق راسنا لا هي شغله مبين انا تستصغر شغلنا الجزائري راح نختم مثل ما بحب انا يعني اذا بدي ابقى هون بالجزائر اذا بدي اطلع اذا بدي احكي اذا بدي اسكت اذا بدي اروح اذا بدي اجيب يعني مثل ما بدي انا جمال هذه القرعه تاع الماء الثالثه جورج شعل فيك النار وما حبيتش تبين لانه انا شغله كبيره اوكي ابغاك تتكلم اني نحس فيك انك عندك حب للجزائر انا نشوفك انك تقول أنك يعني. تقول انه اه يا لو كنت جزائري لا ما في هالشغل أنا الحمد لله أنا لبناني ومن أرزة لبنان وبفتخر أني من أرزة لبنان سيد جورج خرجنا يعني تماماً عن الموضوع من فضلك برحنا نكمل يعني خلي الفن اللبناني وخلي كل شيء وعائلتي واسمي واجي للجزائر لا ما بدي كل حدا بيموت لا الجزائر على راسي كل حدا يعني ميت خلنا البلاطو قطعوا تعيشوا في المسرح نقولوا كان حاجة حلال حنا الفعل احنا الجزائري وطبيعه الجزائري انه يشتغل نعم وما يستناش البهرجه وما يستناش لانه ما عنده اراده انه يشتغل ما عنده اراده فانه شهره ما لانه الجزائر طبيعه الجزائري طبيعه انه الجزائري طيب احنا الجزائر يعني كل الجزائر بدها تعمل هيك فلسطين بدها تحرر فلسطين وين هاي صلاح الدين الايوبي وما منه معروف حتى كيف بدك تعمل منه فنان بدك تعمل منه فنان هلا انه منه معروف ومنه عامل حتى شوف يعني حتى ما عنده اسم هيك بالوسط الفني العالمي اوكي هيدا الفنان لازم يكون فنان شو اللبنانيين والفنانين الشرفاء اللبنانيين يعرفون المبدعين الجزائريين ويعرفوا الخصال تاع اللبنانيين نعرف الفنانين يعرفوا بنعرف هالشيء ربما الشخص اللي نحترمه الشخص هذا اللي راه قدام هذا ربما ما عندوش درايه بالفنان لا انا بعرف الفن الجزائري ومساله الاحترام يعني راح نكمل الحديث من فضلك لازم نشرح شوفي كي يتحدث او يعرف مليح بلي انه عندنا فن في الجزائر يعرف انه كاين هناك فن جزائري يعرف هنا كاين انتاجات سينمائيه مخرج يعرف كاين راهو يتكلم مخرج انكم يعني تشغلوه او تعملوا عليه منين لكن مو جاي استفزك فنان يعيطوا له فنان اللي كان انا ما كاينش واحد في الوسط الفني اللي راهو لا ما كاينش واحد اللي راهو كمل انا شوف عندي حاجه تتكلم من غض وصوره يمكن لانك تمثل انك متحكم بهالشيء يعني عادي انت ممثل وحيك على هالشيء اوكي بس نختم النشره بدك تعملي له فنان هو منه فنان خليني احكي شغله انت مقدمها للفن شوف انت هدف تاعك اللي حاب لا ما عندي هدف انا ما عندي هدف انا جاي لهون لانتقد وناقش واحكي كانسان كاولا كعميد ثانيا كنائد ومحلل سياسي ثقافي اوكي اساليني على الحراك اوكي اساليني على الحراك عندنا بلبنان شو صاير احنا الحراك شو مطالبنا كانت لما زادوا بالرسوم على مكالمات واتساب والشغلات هيك هو المستولي استاذ على الجلسه هو المستولى هو اللي راهو كانه هو هو الكابيتان راهو الكابيتان تاع الجلسه يعني انا جورج بدي اقول لك هالمثل احتلنا يا ارعى من بدنا نبوسك سيد جمال وبمثل ثاني جمال احنا نحبوك ونعزوك هذه ما كانت غير كاميرا كاشي المنجل كما شفنا مشاهدينا كان معنا الفنان المسرحي القدير والكبير والمعروف مو مثل ما قال جورج انت كبير غصب عنه كمال جرمي وكانت ردة فعل تاعو كتير 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 نحيو سيد جمال قرمي اللي كان اليوم صراحة يعني كان ككل الفنانين الجزائريين بقلبه الطيب وبشجاعته وخاصة أنه دافع عن الجزائر بكل روحه تفضل جمال شوف أنا نقول أولا نقول رمضان كريم لكل الشعب الجزائري
عامة واللبناني خاصة ولبناني خاصة لبناني حتى لبنان احنا نحبوا لبنان نحبوها يعني كثير وعندنا أصدقاء كثر في لبنان والمبدعين الجزائريين عاش المسرح وعاش الفن الجزائري. كان معنا هذا الفنان المسرحي جمال القرمي. وصلنا إلى نهاية هذا العدد, خليكم معنا في المنجل نتلقاو في عدد جديد معي مع أنا حمون عبد العزيز سارة عبد اللي مع ضحية أخرى. صح فطوركم. قلنا خاين الحيرك يا ودرناها بالعاني